قال يسوع لأمه: يا امرأة هو ذا ابنك. عن يوحنا الحبيب. باسم الأب والابن وروح القدس الإله الواحد، آمين. تبارك إلهنا كل حين الآن وكل أوان وإلى أبد الدهور، آمين. يجب علينا أن نتأمل الكتب المقدسة فنجد فيها الحياة، والحياة الوافرة، الحياة الأفضل، كما أراد لنا السيد المسيح له المجد، وكما نقرأ في إنجيل يوحنا الفصل العاشر الآية العاشرة. لا يكفي مثلا أن نقرأ الكتب المقدسة بسطحية، بل يجب أن نتعمق بقدر ما أوتينا من إدراك، خصوصا أهل العلم فينا والرسوخ، كما يتطلب أو يطلب القديس بطرس الرسول في رسالته الثانية فصل 3 آية 15 وتابع. هنالك من يقول: أنا نشأت في دير، أو ترعرعت وربيت في دير مثلا للرهبان أو للراهبات، ولم أكن أعرف الكتاب المقدس، ولم أكن أعرف الرب يسوع، وبعد ذلك اتصل بي أحدهم بالهاتف وصرت أعرف الرب يسوع. أريد أن أقول لهذا الأخ أو لهذه الأخت أن الرهبان والراهبات، الكنيسة الكاثوليكية وشقيقتها الأرثوذكسية، قبل أن يتكلموا عن الرب يسوع وعن الكتاب المقدس، انظروا إلى حياتهم نفسها. إن حياتهم كلها مكرسة بقلوب غير منقسمة، كما يقول مار بولس في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس في الفصل السابع. كل بتولية الراهبات، كل عفة الرهبان وطاعتهم وفقرهم الاختياري الطوعي، هو تجسد للمشورات التي نسميها المشورات الإنجيلية، يعني مشورة الإنجيل، وهي من الأمور التي تميزه وتجعله يتألق على ليس فقط كتابات العهد القديم، بل أيضا وخصوصا على الكتابات التلمودية وسواها. يعني لا نكونن سطحيين ونكتفي بالكلام. كان الوالد رحمه الله وطيب المولى ثراه ووهب له الراحة الأبدية والسعادة الأبدية، كان يقول مثلا: قليل العقل بعيدا منكم يرضيه الكلام، قليل العقل بيرضيه الكلام. هل أجتك أو أجتك مكالمة هاتفية من واحد كلمك عن الرب يسوع؟ أما الرهبان والراهبات اللي خدموك واعتنوا فيك والتقطوك طفلا لقيطا، كما هي الحالة مثلا هنا في بيت لحم، الراهبات يلتقطن اللقطاء بربهم، كما في مدارسنا الداخلية أو مدارسنا. الكاهن حتى قبل أن يربيك وقبل أن يوظفك، الراهب الراهبة هو نفسه كل حياته مكرسة للرب. إذن الرب يسوع أفضل من يكلمك عنه، هو الذي كرس حياته كاملة للرب يسوع، يعني الراهب والراهبة والكاهن المتبتل. لأنه المتزوج، مار بولس بيقول لك في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس الفصل السابع، قلبه منقسم،
شاء أم أبى، ما فيش فايدة. إما أن يعني قلبه منقسم بين إرضائه لله وإرضائه لشريكة حياته، إرضائها لله وإرضائها لشريك حياته. وبعدين بيجوا الأولاد، يعني بالعربي ما فيش فايدة. الزواج سر عظيم، سر مقدس، كما نقرأ في الرسالة إلى أهل أفسس فصل 5 بعد آيات 21 وتابع. ولكن البتولية، البتولية المكرسة من أجل الملكوت، خصيان من أجل الملكوت. متى قديش؟ متى 19-12، متى 19-12. إذن عندما أسمع أو أشاهد على التلفزيون أنه أحدهم أو إحداهم بيقولوا أنا كنت عند الكهنة والرهبات والرهبان وما كنتش أعرف الرب يسوع، افتح عينيك، افتح عينيك، انظري ماذا يوجد في حياة الراهب. لا شيء. ماذا يوجد في حياة الراهبة؟ لا شيء من حطام الدنيا، من لا يوجد شيء. لمن أصبحوا رهبان وراهبات؟ من أجل المسيح، من أجل الرب يسوع. يسوع هو ربهم، يعبدونه، يقدمون له كل حياتهم. ولسه بتقول لي بعرفش الرب يسوع، ولا بس الرب يسوع بالكلام؟ ومثلا إحدى الأخوات تقول أنا كنت في الدائر اعتنى بالرهبان والراهبات وآمل أن يكون عندها مشاعر الشكر، لأنه هذا واجب، واجب عليها وليس حق لنا في الخدمة. وظفون، إذن التقطوني صغيرة ووظفوني بعدما تخرجت، كتر خيرهم. بقول لك كانت والدتي تكرهني وما زالت، هذه الفتاة تقول هكذا. وبعدين تلقيت مكالمة هاتفية عن الرب يسوع من أحد الناس. طيب، ألم يخطر على بال هذه الأخت أنه السيدة مريم العذراء، سيدتنا مريم العذراء، هي أمنا كلنا؟ في بيقولوا اللي ما إلوش أب إلو رب، واللي ما إلوش أو ما لهاش أم لها أم الرب، يعني سيدتنا مريم العذراء. هل هذا الكلام اختراع منا أم هو موجود في الكتاب المقدس؟ هو موجود في الكتاب المقدس، ولكن أين من يفتح الكتاب ويقرأ؟ خلينا نقرأ الكتاب بعيون مستنيرة. مثلا يوحنا 19-25 كانت واقفة عند صليب يسوع أمه، وأخت أمه مريم امرأة كليوبا ومريم المجدلية، وعندما رأى يسوع أمه والتلميذ الذي يحبه واقفا قال لأمه، ما حكاش أولا للتلميذ، قال لأمه يا امرأة، يعني أيتها السيدة، هو ذا ابنك. ثم قال للتلميذ هذه أمك. إذن سيدنا يسوع المسيح يعطي والدته الطهور، سيدنا يسوع المسيح له المجد، يعطي والدته الطهور منها وعليها السلام، يعطيها أمومة جديدة، أمومة روحانية ليوحنا الحبيب الذي كابن للبتول سيتولى أمرها. وليس خلاف ذلك، مش إنه المسيح طلب من يوحنا إنه يحافظ يدير باله على والدة المسيح، لا 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 لا، أولا يا امرأة هو ذا ابنك، وكنتيجة لذلك هذه أمك. ومن تلك الساعة أخذها التلميذ إلى خاصته، أي إلى بيته. إذن يسوع طلب من العذراء أن تعتني بيوحنا الحبيب ابنا، وكنتيجة طلب من يوحنا الحبيب الابن أن يعتني بأمه الروحانية السيدة العذراء دائمة البتولية مريم
اعتقد كثير من آباء الكنيسة في التقليد المسيحي، التقليد الشريف العريق، أن هنا يوحنا الحبيب يمثل البشرية كلها. ولكن مع الأسف عندنا خصوصا منذ القرن السادس عشر في ألمانيا من يعترض على هذا ويقول لا، احنا ما بدناش، لا نريد التقليد، لا نريد آباء الكنيسة، مع أنه لا يترددون في الاستشهاد بالتقليد أو بتاريخ الكنيسة عندما يخدمهم ذلك. طبعا مقياسان مكيالان كما نعرف، نعرف أيضا من الذين ولا بلاش كما نعرف أحيانا. إذن يريدون ولا بأس، يريدون نصوصا صريحة أو نصوصا تؤكد أمومة سيدتنا مريم العذراء للناس أجمعين أو لكل المؤمنين والمؤمنات. لنأخذنا يوحنا 15 الآية الأولى وتابع، أنا الكرمة، وبعدها أنا الكرمة وأنتم الأغصان. سيدتنا مريم العذراء أم الكرمة، إذن هي أم الأغصان. هل هنالك غلط في هذا المنطق؟ أم الكرمة هي أم الأغصان. لا أريد أن أستشهد بالقديس أغسطينوس الذي كان يتكلم عن المسيح الكامل كريستوس توتوس، يعني المسيح ونحن. نأتي إلى الرسالة إلى أهل أفسس الفصل الخامس، المسيح هو الرأس ونحن أعضاء جسده. أم الرأس هي أم الجسد، يعني بالعربي أم المسيح الرأس هي أمنا نحن الجسد. نأتي إلى الرسالة إلى أهل روما، سيدنا يسوع المسيح هو آدم الجديد. سيدتنا مريم العذراء هي أم من؟ آدم الجديد. إذن هي أم الإنسانية الجديدة. ثلاث اعتبارات أو ثلاث نصوص غير نص يوحنا 19:25. أنا متأكد أن الراهبات الذين اللواتي يضحين وما وضحينا في كل شيء، بالعاطفة، بالأمومة، بالمال، بغرور الدنيا، بالإغراءات، خصوصا في خدمة اللقطاء، اليتامى، المشردين، المرضى، البرص، يعني كل أنواع المرضى، رهبات الأم تريزا مثلا. أنا متأكد أنهم قالوا لتلك الأخت، سيدتنا مريم العذراء أمنا، خصوصا إليك أنت اللي والدتك تتنكر لك وتنكرك ولا تريد أن تتعرف عليك، أكيد حكوا لها هذا الحكي. أو إذا ما حكوا لها هين اليوم بحكي لها هذا الكلام أمام 17,000 من مشاهدين الأحباء الذين أشكر لهم إصغاءهم أو مشاهدتهم. أكرر أربع نصوص تشير إلى الأمومة، أمومة سيدتنا مريم العذراء لكل المؤمنين والمؤمنات في كل العصور وليس فقط للمسيحيين. على فكرة أيضا لها إكرامها عند إخوتنا المسلمين أيضا وأخواتنا المسلمات. زي ما قلنا يوحنا 19:25، يا امرأة هو ذا ابنك. هاي سيدنا يسوع المسيح يعطينا فكرة، يعطينا الشعلة، يعطينا انطلاقة الأساس، المبدأ. ما هو المبدأ؟ الأمومة الروحانية عند سيدتنا مريم العذراء. يعني أمومة سيدتنا مريم العذراء في الإنجيل الطاهر نفسه لا تنحصر
مع أنه أمومتها للسيد المسيح هي بحر، هي محيط، مع ذلك لا تنحصر في شخصية ابنها المسيح، بل المسيح نفسه أعطاها ابنا روحانيا هو التلميذ الأحب إلى قلب يسوع. ثم ثلاث نصوص، يوحنا 15 أم الكرمة المسيح هي أم الأغصان، أفسس 5 المسيح هو الرأس ونحن الأعضاء، فأم الرأس العذراء هي أم الأعضاء نحن. ثم كما قلنا في الرسالة، مع الرسالة إلى أهل روما، أم آدم الجديد المسيح هي أم الإنسانية الجديدة. يا أمنا، يا أمنا، يا مريم العذراء، السلام عليك، السلام عليك بلا ملل، فمن غير السلام عليك لا، ما كان بالإمكان أن توجد صلاة أبانا الذي في السماوات. وشكرا لإصغائك.